تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يواكب الأول من مارس من كل عام، نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور التكنولوجيا في تقييم المخاطر بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. اليوم دوت بنحتفل بيه وبنبرز وبنظهر في الاحتفالية دور الحماية المدنية في المجتمع، وإن هو الهدف الأساسي منه حماية الأرواح والممتلكات. شهدت الاحتفالية حضور ممثلين عن أطياف المجتمع كافة، حيث أدى رجال الحماية المدنية بيانات عملية متنوعة أكدت على التطور في أدائهم واستيعابهم للمهام الموكلة إليهم بكل احترافية. تعلمنا النهاردة إزاي نطفي الحريقة وإزاي ننقذ الناس. ما شفناهم وهم طالعين في المطافي وبيطفوا الحريقة، والحريقة كانت عالية، ولما طفوها عرفنا إن هم أبطال وبيدافعوا عن وطننا. البيانات العملية عكست القدرة والجاهزية التي يتمتع بها رجال الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية، من إطفاء حرائق إلى تعامل مع المفرقعات وصولا لعمليات الإنقاذ بمشاركة عناصر شرطية نسائية مجهزة ومدربة. اشتركنا في إنقاذ بري واشتركنا في إطفاء وحرائق مواد بترولية، كلها سيناريوهات في المعهد هنا علشان ندرب الناس ازاي ان هم يتعاملوا مع الحرائق، ومعتمد علينا ان احنا في اي وقت جاهزين لاي بلغ او اي حاجة تطلب مننا في اي وقت. وشهدت الاحتفالية تكريم أسر شهداء الحماية المدنية والمصابين والضباط من أوفوا العطاء والمتميزين، وجميعهم وجهوا الشكر على هذا التقدير والتطور الملحوظ في أداء رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات. من الحاجات الممتعة أن النهاردة كان فيه تكريم لمصاب الحروق، وده كان له صدى فعال ناحيتهم، إن هم حسوا إن فيه اهتمام وفيه من القيادة. احنا فخورين بمصر ان هي كمان بتقدر ان هي تكرم الناس اللي ممكن يكون حصل لها اصابات حروق، وبالتالي بيعرفونا هم وصلوا لحد فين علشان يعني يتلاشوا الاصابات دي مع الوقت. وبصراحه الحب اللي هم قدموه لنا والمشاركه والميداليات اللي قدموها لينا والدعم المعنوي والنفسي دي. يعني بصراحه بتمنى ان احنا نكرر الموضوع ده تاني وان احنا نبقى مشاركين فيه اكتر واكتر. أنا طبعاً مبسوطة جداً إن هم افتكروا أسر الشهداء وكرموهم في اليوم العالمي للحماية المدنية، ودي حاجة كويسة تكريمهم وإن هم فاكريننا. يعني تدلوا الوسام أو تدلوا الميدالية أو التكريم في أي مكان هم راحوا، ده له معنى كبير قوي قوي عندنا وعندهم هم، يفضل معاهم مدى الحياة. الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية يؤكد على الدور المحوري لرجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات والتطور في الأداء البشري والتقدم التكنولوجي الذي يساعدهم على أداء مهامهم بشكل فعال وبصورة احترافية.